فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من السور العظيمة التي أنزلها الله عز وجل في كتابه ورتب على قراءتها أجرا عظيما وثوابا جزيلا سورة الإخلاص، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، حتى قال الدارقطني رحمه الله تعالى: لم يصح في فضل سورة أكثر مما صح في فضل هذه السورة. وقد أفرد جماعة من أهل العلم فضائل هذه السورة في كتب مفردة، ومنهم أبو محمد الحسن بن الخلال في فضائل سورة الإخلاص وغيره من أهل العلم. والسبب في فضل هذه السورة أنه مع قصرها إلا أنها حوت بجميع أجزائها نعوت الله تعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى. قال الربيع بن خيثم: سورة يراها الناس قصيرة وأراها طويلة، ثناء بحت لا يخالطه شيء، قل هو الله أحد إلى آخرها. فهذه السورة نزلت في نعت وصفة الله جل وعلا، ولذا فإنها فضلت على غيرها بذلك، فلا توجد سورة من أولها إلى آخرها في الثناء على الجبار جل وعلا غير هذه السورة. روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أنسب لنا ربك. فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وجاء في لفظ عند الترمذي أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك. فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد. فالصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث. ولم يكن له كفوا أحد، قال: لم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء، انتهى. ولذا جاء استحباب إكمال السورة كلها وعدم قطعها والاكتفاء ببعض آيها. روى أبو عبيد في الفضائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا ابتدأت بسورة فأردت أن تحول عنها إلى غيرها فتحول، إلا قل هو الله أحد، فلا تحول منها حتى تختمها. وما في هذه الآيات والسورة من الوصف العظيم لله عز وجل ونعوت الكمال له سبحانه وتعالى، فإنها نعوت جلال وتعظيم له سبحانه. ولذا يشرع سؤال الله عز وجل بهذه النعوت ودعاؤه جل وعلا بها، حيث نعت الله عز وجل نفسه بها في سورة هي من أفضل السور. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا الحديث يفيد فضل النعوت والأوصاف التي وردت في هذه السورة الجليلة العظيمة. ومن فضائل هذه السورة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث صحيح أنها تعدل ثلث القرآن، فقد ثبت ذلك من حديث أبي الدرداء وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عن الجميع. في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الأحد ثلث القرآن.
وفي صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جزأ القرآن 3 أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احشدوا فإني سأقرأ عليكم 3 القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل. قال: فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم 3 القرآن، ألا إنها تعدل 3 القرآن. قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: إنما عدلت هذه السورة 3 القرآن لأن القرآن باعتبار معانيه 3 أثلاث: 3 توحيد، وثلث قصص، وثلث أمر ونهي. فالقرآن كلام الله عز وجل، والكلام إما إنشاء وإما إخبار، والإخبار إما عن الخالق وإما عن المخلوق، والإنشاء إما أمر أو نهي أو إباحة. وهذه السورة قل هو الله أحد ليس فيها شيء من الإنشاء، فليس فيها أمر ولا نهي ولا إباحة، وليس فيها شيء من الإخبار عن المخلوق، وإنما فيها الإخبار عن الخالق سبحانه وتعالى. فقل هو الله أحد فيها 3 التوحيد الذي هو الخبر عن الخالق سبحانه وتعالى، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تعدل 3 القرآن. قال الشيخ تقي الدين: وهذا الذي قاله إنما يتم إذا كانت هذه السورة جامعة للتوحيد، والأمر كذلك، فإن هذه السورة جامعة للتوحيد، والأسماء الواردة فيها تستلزم سائر أسماء الله الحسنى وما فيها من التوحيد كله قولا وعملا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسمين واردين في هذه السورة فقال: الله الواحد الصمد تعدل 3 القرآن. وذلك أن كونه أحدا وكونه صمدا يتضمن أنه الذي يقصده كل شيء لذاته، وأنه سبحانه مستغن بنفسه عن كل شيء، وأنه لا يجوز عليه التفرق والفناء، وأنه لا نظير له في شيء من صفاته، ونحو ذلك مما ينافي الصمدية. وهذا يوجب أن يكون سبحانه حيا عالما قديرا ملكا قدوسا سلاما مهيمنا عزيزا جبارا متكبرا. انتهى كلامه. ولذا فإن من فضائل هذه السورة مع ما جاء أنها تعدل 3 القرآن باعتبار المعاني وباعتبار ما يكون من أجر 3 القرآن من حيث المثوبة، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع قارئا لها قال: قد آمن بربه، فدل على أن فيها أعظم المعاني التي تدل على الإيمان بالله عز وجل. روى ابن حبان في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قام فركع ركعتي الفجر، فقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون حتى انقضت السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عبد عرف ربه. وقرأ في الثانية قل هو الله أحد حتى انقضت السورة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عبد آمن بربه. فقال طلحة رضي الله عنه: فأنا أستحب أن أقرأ بهاتين السورتين في هاتين الركعتين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا جميعا من أهل الهدى والتقى، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يتجاوز عن خطأنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.